صباح الخير. انت عايزه ايه من خالد يا رنا؟ خالد؟ انا عاوز منه ايه؟ بلاش تكدبي ولا تعملي نفسك مش فاهمه، عشان انت عارفه كويس انا بتكلم في ايه. انت ليه حاطه خالد في دماغك؟ خالد ايه اللي احطه في دماغي؟ بص بقى، ما دام انت عرفت فانا عايزه اقولك ان هو اللي طلب يقابلني، قال انه عايز يتجوزني. انا مشيت وسبته، فبدل ما تتكلم معايا روح اتكلم مع ابنك. انا استحاله احب حد غيرك. لا بقى، انا صبرت عليكي كتير، بس واضح ان الكلام والاسلوب الكويس ومحاوله ان انا اصلح لك اللي في دماغي كلها محاولات فاشله. قصدك ايه؟ قصدي انك ما ينفعش تكملي معايا في الشغل. انت مش كنت عايزه تتنقلي؟ انا هنفذ لك رغبتك.